السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم العشرون من الشهر الثالث للعام 43 بعد 104 للهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. ومجلس اليوم سيكون الحديث فيه عن أمر يتعلق بوسائل التواصل أو عن بعض ما ينشر في وسائل التواصل. اعتاد بعض الناس أن يرسل مقاطع تتضمن منكرات، إما لتحرش شاب بامرأة أو لنساء في حالة شبه عارية أو لما يشاكل هذا من أمور منكرة. يرسل ذلك المقطع إلى عشرات بل إلى مئات، وتتسع الدائرة باتساع انتشاره، فزيد يرسله إلى عمرو، وعمرو يرسله إلى خالد، وخالد يرسله إلى أحمد وهلم جرة، ومع تقادم اللحظات يزداد انتشار هذا المقطع. هذا العمل فيه محاذير، وإن كان الباعث له من صاحبه الأول أنه من الغيرة، ولكن الغيرة إذا لم تكن منضبطة بالأدلة الشرعية والمصالح الشرعية فإنها تكون منكرا آخر. ولهذا جاء في كلام أهل العلم، وأكتفي بذكر اثنين منهم، في نشر مثل هذه المقاطع أو إشاعة منكرات سواء في المجالس وأعظم منها في وسائل التواصل. جاء في جواب لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مسألة قريبة من هذا الأمر وإن لم تكن بنصها وعينها، فيما يتعلق بانتشار أو بنشر أو بإرسال هذه المواقع أو هذه المقاطع المنكرة إلى الآخرين. من المحاذير الأول قول سماحته: لا ينبغي إشاعة مثل هذه الأمور. ثانيا، مما يترتب فيه تشجيع لأهل الباطل. صاحب الباطل يفرح بانتشار هذا الأمر لأن فيه إغاظة لمن يكره، وفيه دعم وقوة لمن يرغب. الثالث أيضا، يثبط همم المقبلين على الخير. شخص يحب الخير ونوازع الخير فيه كثيرة، فإذا رأى مثل هذه المقاطع ربما يصاب بإحباط وغبن ويأس كما حصل من خلال ما يسمع من كلام بعضهم. قد يأتيه الشيطان كما يقول سماحته أنه لا حيلة للإصلاح، لا تصلح، لا تنهى، لا تأمر. أيضا أمر رابع يجعل الناس في تحسر ونكد. ما الذي استفدت من هذا الأمر؟ ما تغير المنكر، بل زدت في الضغط النفسي. أمر خامس، ربما تجرأ بعض الناس على المنكر. شخص رأى هذا المنكر فاستحلاه واستعذبه، مثل بعض الناس قد يدخل مواقع إباحية، قال حتى أحذر منها، إذا دخل
وخاض في أرض أو حالها يصعب، قد يألفها، يرجع غدا وبعد غدا حتى يألفها. ولهذا جاء في الحديث: من سمع منكم بالدجال في أرض فليقدم إليه، يفتن في دينه. ففتن الشهوات والشبهات إذا فتح الإنسان بابها وأطل عليها ربما يتعلق بها. أيضا مما ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى حول هذه المسألة، قال: يلزم من ذلك، من هذا النشر وإشاعة الأخطاء وما شاكله، أن يكره الناس ولاة أمورهم. ثم قال: والحقيقة أن هذه جادة خاطئة، يعني مسلك خطأ وطريق غير صواب. والحقيقة أن هذه جادة خاطئة جدا ومخالفة للشرع وخطيرة على المجتمع وسبب للفتن. ولو أنه سعى في إصلاح المجتمع بنفسه على قدر استطاعته لكان خيرا. بعد سياق كلام الشيخين أو معنى كلام الشيخين في مثل وما شابه هذه المسائل، يضاف أيضا أن بعض الحاقدين يأتي بمقاطع في دول خارجية ثم يجعل تحتها ما هو مسموع أو مكتوب أنها في البلد، فينبغي للمسلم أن يتأت وأن يكون على بينة من أمره، وأن لا يتسرع بنشر مثل هذه المقاطع. حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار ومن كيد الفجار، ومعذرة من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.